زيادة مخزونك من الحليب. تستطيع معظم الأمهات تزويد أطفالهن بكامل كميات الحليب التي يحتاجونها، ولكن إذا كان طفلك لا ينمو كما يجب، فإرضاعه بشكل فعال سيحسن مخزونك من الحليب ويلبي احتياجات نموه. سيعرض هذا الفيديو خطوات تحسين مخزونك من الحليب وإرضاع طفلك. أولاً، حسني تعلق طفلك بثديك. إذا كان طفلك متعلقاً بحلمتك فقط، فسيحصل على كمية قليلة من الحليب. ولكن عندما يأخذ ثديك بكامل فمه، فسيخرج الحليب بسهولة. يساعد تعلق طفلك بثديك جيداً على أن يرضع بفاعلية ليحصل على المزيد من الحليب. يحفز ذلك الثدي على إنتاج المزيد من الحليب، بما يكفي لتلبية احتياجات طفلك. ينمو الكثير من الأطفال حتى دون التعلق الجيد بالثدي، ذلك لأن معظم الأمهات ينتجن الكثير من الحليب في البداية. على مدى بضعة أشهر، إذا لم ينبه طفلك ثدييك، فقد يتباطأ إنتاج الحليب. ستبدأ طفلتك بالتململ من ثديك، وتبدأ بشده أو ضربه، وقد ترفضه كلياً، أو قد ترضع لفترات زمنية قصيرة، وذلك لأن تدفق الحليب لا يلبي احتياجاتها. للحيلولة دون ذلك، حاولي تعلق ارتباط طفلك بثديك منذ البداية، عندما يكون الطفل حديث الولادة. ثانياً، اضغطي على ثديك. سيحسن ذلك من تدفق حليبك، ويحافظ على رضاعة طفلك. إذا نام طفلك على ثديك بسرعة، ومع تحسن تعلقها بثديك، ثم الضغط عليه، سيبدأ تدفق الحليب. سيبدأ الطفل بالرضاعة والاستيقاظ عندما يخرج الحليب. اضغطي على ثديك بين إبهامك وأصابعك، بعيداً عن حلمة الثدي وبشكل مريح. ينبغي أن يكون الضغط قوياً، ولكن ليس مؤلماً. اضغطي أثناء رضاعة طفلك، ثم استريحي عندما يستريح الطفل. إذا كان طفلك يرضع جيداً، فلا حاجة للضغط على ثديك. أخيراً، أرضعي طفلك باستمرار وبشكل جيد. في الأيام الأولى بعد الولادة، سيجوع طفلك ما لا يقل عن 10 مرات يومياً. معدة الطفل صغيرة، لذا فهو يحتاج للرضاعة بشكل متكرر. قد يرضع طفلك جيداً، ثم يجوع بسرعة. قد يثير تقريبها من ثديك رغبتها في الرضاعة. لاحظي إشارات الجوع لديها، تحريك شفتيها، ووضع يدها على فمها، وتحريك رأسها من جهة إلى أخرى. أرضعي طفلتك كلما لاحظت إشارات الجوع لديها نهاراً وليلاً. لا ضرورة لتوقيت مدة رضاعة طفلك، أو تذكر أي ثدي رضع منه آخر مرة. بعض الأطفال يرضعون بسرعة، والبعض الآخر ببطء. يعلم الطفل عندما يتباطأ تدفق الحليب، ويكون جاهزاً للانتقال إلى الجهة الأخرى. عندما يتباطأ تدفق الحليب، قد تترك طفلتك ثديك بنفسها. قربيها من صدرك. أثناء انتظارك، قد تبدأ طفلتك بإظهار علامات الجوع مجدداً، وقد عادت إلى ثديك مرتين أخريين. عندما تشبع أخيراً، قد تنام طفلتك وتترك ثديك. في بعض الأحيان،
قد يرغب الطفل فجأة بالحصول على المزيد من الحليب. هذا طبيعي، ذلك يشير إلى أن طفلك يكبر وبالتالي يزداد جوعه. بمتابعة إشارات الجوع لطفلتك، أرضعيها أكثر، سيزيد ذلك بشكل طبيعي من مخزون حليبك. لا تعطي طفلك الماء أو الماء المحلى أو الشاي أو العسل أو بدائل حليب الأم أو أي شيء آخر، فقد تشبع طفلتك وبالتالي لن ترضع كثيراً من ثديك، سيقلل ذلك من مخزونك للحليب، كما تعرض هذه السوائل طفلك للجراثيم وتجعله يمرض. بدلاً من ذلك، تتبعي إشارات الجوع لطفلتك، أرضعيها باستمرار كلما لاحظتِ أنها جائعة. بعد عدة أيام من الرضاعة الإضافية، طالما يتعلق طفلك بثديك بشكل جيد وتضغطين على ثديك لجعل الرضاعة ذات فعالية، سيزداد مخزون حليبك لتلبية حاجات طفلك. حليب الأم هو الغذاء الأفضل لطفلك، وخلال الستة أشهر الأولى من حياته سيكون حليبك هو كل ما يحتاجه. إنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية في الكميات الكافية ليكبر طفلك وينمو. تذكري، يمكن لجميع النساء تقريباً إنتاج ما يكفي من الحليب لتلبية حاجات أطفالهن. استخدم الضغط على الثدي لتحسين تدفق حليبك. عند تعلق طفلتك بثديك جيداً وعند إرضاعها، كلما كانت جائعة ستنتجين الكثير من الحليب.